يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إنها بداية الصراط المستقيم لكي يسير خلق الله إلى الله بما أعد الله لهم في الرسالة العظيمة من أمر ونهي. ولا يدعي أحد النبوة فبدأ بهذا الوصف: أنت نبي منبأ من الله حيث اختارك واصطفاك، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وما كان فيك هو من الله، فليس في قلبك هوى. والنبي ليس كذلك، لا يتأتى أن يكون على هواه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو نبي لا يتسلط عليه شيطان، وما هو بقول شيطان رجيم. نبوءة معصومة ونبي طاهر من الهوى والشيطان، فليس في وجدانه إلا وحي الله تعالى، وليس في عقله إلا القرآن وما ألهمه الله به. فيأمن الناس إلى هذا الإنسان الذي ميز عن بقية البشر، فلا يبغي حكما من هذا الادعاء، ولا يريد سلطانا على البشر، وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر. إنما المقصود من هذا النداء هو الأمة، أن يكون للأمة هادية بشيرا ونذيرا داعيا إياهم إلى الله. فانتفت العلل ونزه صلى الله عليه وسلم من أي قصد إلا الدعوة. الله هو الذي يدعو إليه: يا أيها النبي، ولم يقل يا محمد، لأن الوظيفة هي المرادة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالذي أرسله هو الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل أمر كان بإذنه، وكل نهي، وكل خلق، وكل علم، فكليات الإسلام هي من الله، وجزئيات الإسلام هي من الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بما جئت به وبما علمته، لا يأتي إليك أمر إلا مني، ولا يأتي إليك نهي إلا مني، فأنا الآمر الناهي. فإذا اتبعت أمتك ذلك كان الفضل، والفضل واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله
والله واسع عليم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.